مدينة الورود. انت تسالي لنا ونحن نجي بنت لي تصدق المساحات الخضراء وداك الشيء ما الورد ما بقاش بزاف الورد واش بي ماشي حتى جات هي لا انا تا كنبغينا اون جينيرال ماشي دونك غنحاولوا ايضا نتبعوا المباشر الاخوات من هنا من عندي باش نحاولوا اننا نجاوبوا على الاسئله ايضا ديال المتتبعين ديال قناه شوف تي في. نبداو على بركه الله مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه المحمديه أو مدينة الورود سابقا، لأن للأسف شديد المساحات الخضراء أو الورود اللي كانت كتعرف وكتميز مدينة المحمدية ما بقاتش كيف ما كنعرفوها قبل. مدينة المحمدية الرائعة، مدينة المحمدية الهادئة، مدينة المحمدية الجميلة بأهلها وبناسها وبالساكنة ديالها، مدينة المحمدية اللي كيجيو ليها عفوا اللي كيجيو ليها المغاربة من كل صوب وحدب على قبل الطبيعة وعلى قبل البحر ديالها وعلى قبل أننا نهربوا من ضجيج ومن صخب العاصمة الاقتصادية بحكم أنها هي أقرب نقطة لمدينة الدار البيضاء. اليوم جينا باش نتكلموا على واحد المشكل اللي هو قائم ماشي فقط في مدينة المحمدية، ولكن هو مشكل كيكون في العديد من المدن المغربية، ولكن للأسف الشديد ما كيلقاش هاد الضجة. وعلاش كنقول للأسف الشديد؟ لأن هاد الشيء هو اللي خصو يكون، هذا هو دور المجتمع المدني وهذا هو دور المواطنين المغاربه، هو المراقبه، هو المراقبه ديال تسيير الجماعات. الحمد لله احنا في دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات، كنسمعوا مرارا وتكرارا عن عزل او اعفاء او حتى سجن في بعض الاحوال ديال بعض رؤساء الجماعات للاختلالات والخروقات اللي كيقوموا بها في المناطق ديالهم. رئيس الجماعه او اي منتخب مادام كينتخبك الشعب المغربي والمواطن المغربي الا انك غتكون مراقب من طرف هذوك الناس اللي صوتوا عليك، وخاصك تكون في المستوى وتكون اهل لهذاك المنصب اللي انت فيه، لانه تكليف قبل ما يكون تشريف. اليوم جينا بالمناسبه او الحدث اللي كاين هو اعفاء رئيسه جماعه المحمديه ايمان الصابير بعد ما تم اعفائها من مهامها من طرف المحكمه ديال النقد والابرام. اجوا معنا تعرفوا على التفاصيل اللي غناخذوها من عند هاد الفاعلات الجمعويات. نبداو باليمين ولو كان عمر على الشمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا شوف تي في، شكرا فاطمة الزهراء على تواجدكم اليوم، وشكرا على التقديم الرائع لمدينه المحمديه. يا حسره ان مدينه المحمديه اصبحت من بعد ما كانت تسمى مدينه الزهور والرياضات الانيقه اصبحت تسمى مدينه القبور لما آلت اليه من بنايات من انعدام المناطق الخضراء داخل مدينه المحمديه. اليوم الحدث اللي تحدثت عليه هو إعفاء الرئيسة الغير الشرعية لجماعة المحمدية من طرف المحكمة النقد، وكذلك تم التبليغ ديالها هذه نهار اثنين من طرف السيد عام العمالة المحمدية الذي إثر هذا التبليغ تم إعفاؤها من مهامها. كانت فرحة لدى الشارع الفضالي وهذا اللي أول ما نوصلوا للفرحة خلي الفرحة هي الأخرى نشرحوا بعداك المشاهدين لماذا هي رئيسة غير شرعية وشحال بركات فهاد الرئاسه اللي غير شرعيه وكيف تم اعفاؤها. اولا هي كانت تقدمت الانتخابات ضد مستشار من حزب التجمع الوطني للاحرار بعدما تم اقاله الرئيس السابق اللي كان من حزب العداله والتنميه حسن عنتره. دونك جات ترشيحات الولايه ديال هذا الرئيس الغير الشرعيه دامت سنتين، هي قانونيا غير شرعيه وسياسيا قانونيا لم تكن رئيسه وسياسيا عدم شرعيتها في الرئاسه. من بعد كيفاش انها ما عندهاش شرعيه؟ شرحي لينا اكثر باش نقربوا المواطنين ونقربوا ايضا حتى المتتبعين يفهموا هاد السيده اللي كانت رئيسه في هذه الجامعه لمده سنتين ودابا نتوما كتقولوا انها كانت غير شرعيه. واش انتخابات كانت ماشي هي هذيك؟ واش هو المشكل وقع التعرض المستشار اللي كان تقدم ضد رئيسة جماعة المحمدية للضرب وتم التهجم عليه يوم التصويت أمام مقر جماعة المحمدية. كذلك واحد كنا حضرنا ليه حنا كقناة شوف تي في، وكذلك واحد العضو اللي كان قدم الاستقالة ديالو
داكور دخلت هو وصوت الوغ هذه فاش كتقدم استقالتك لا يحق لك التصويت في انتخابات الرئيسه هذه اللي عدم شرعيتها تم رفع دعوى اذا الانتخابات كانت باطله دونك تم رفع دعوى قضائيه ضد رئيسه الجامعه في المحكمه الابتدائيه اللي تحكم انها غير شرعيه وان طرف من طرف حزب التجمع الوطني الاحرار من طرف الحاج محمد العدواني اللي كان انا ذاك ضدها في الرئاسه المحكمه الابتدائيه اعطت الحكم ديالها باسم صاحب الجلاله ان هذه الانتخابات باطله لتؤيدها محكمه الاستئناف من بعد ما استنفوا لتؤيدها محكمه النقد والابرام من ثم كيجي التبليغ ان هذه السيده هذه يجب اعفاؤها من مهامها من طرف السيد عام العماله المحمديه دونك اليوم تم اعفاء هذه الرئيسه على غير الشرعيه تم فتح باب الترشح من اجل ترشيح رئيس اخر لجماعه المحمديه وباب الترشح غادي تسد نهار السبت اللي تحل نهار الثلاث دونك اسبيرون يا ربي زعما في هذا النهار هذا انه كانت انتخابات حنا من مدينه المحمديه دخلت موسوعه غينيس لانه في 6 سنين قربنا نكملوا 6 سنين بدنا رئيس ثلاثه المرات وعلاش علاش هذا الشيء كله بالضبط مدينه المحمديه علاش هذه المشاكل اللي كاينه في القصر البلدي بمدينه المحمديه ما بني على باطل فهو باطل انا كنقول ان هاد المنتخبين خاصهم يعرفوا ولا هذه رساله للمنتخبين القادمين استحقاقات 2021 ما يجري في مدينه المحمديه خاصو يكون عبره لكل من سولت له نفسه ان اولا يدخل الجماعه المحمديه ويتناسى انه منتخب وليس بمعين بمجرد انك كتجلس في كرسيك فالساكنه التي انتخبتك انت ما جيتيش من قرار انك معين داكور دونك يتناساو انهم واحد النهار كانوا كيديروا حملات انتخابيه برامج انتخابيه وان فوا كيدخلوا جماعه المحمديه يتناسون جميع الوعود التي قدمت لساكنه المدينه هذه اولا يعني بغيتي تقولي كاين اللي كيجي كيخدم المصالح ديالو الخاصه والشخصيه شوف المصالح ديالو الخاصه المصالح ديال صحابه اللي كيخرج يعارض او ينتقد هذا المسؤول اللي كيجي للمدينه ولا سيما المنتخب اللي حنا كننتخبوا عليه اول حاجه كيشدك يديرك بلاك ليست زعما انت انسان غير مرغوب فيه هذاك السيد صافي بلاك ليست ما ندويوش معاه كتولي محارب ايضا محارب ما بحال شوف لدرجة الاكبر من هذا وحنا غادي ندوزوا لواحد ليطاب اخرى اللي هي جات اللي زاد داك لا غوت كي ديبوردي فلو فاز هي انه لا يعقل انه يكون مجتمع مدني بقوه الدستور المغربي ديال 2011 المجتمع المدني له الحق في الانتقاد له الحق باش يكتب دي بيتيسيون عرائد ياك كيعطي والفرق اللي المسؤول اليوم في المحمديه اللي ما كيفهمش هذا المنتقد انني عندما انتقدك فانا انتقد مؤسسه انا لا تهمني حياتك الخاصه من انت وماذا تقوم به ماشي شغلي انا انتقدك كمسؤول انا من انتقدك كمسؤول لكن انتقد مؤسسه جماعه المحمديه ومن حقي لان ملي غادي ندويو على نهب مال عام ملي غادي ندويو على واحد المشاريع تم ايقافها علاش حيت انا ما عنديش مع واحد الحزب اكس وانتم عندكم مشاكل داخليه المواطن مالو المدينه علاش غادي تبقى في هذا الركود ديالها عندك مشاكل خلي دوك المشاكل ديالك ما تدخلش فيها الساكنه يعني انتم عفوا صوفيا يعني انتم بغض النظر على شرعيه او غير شرعيه هذه الانتخابات اللي دازت والرئيسه التي تم عزلوها كانت حتى مشاكل هذه السيده ما دارت والو بغيتي تقول لنا في هذه المدينه هذه السيده ما دارت لا دارت واحد الحاجه شنو دارت النهار اللي جات فيها كتمشي للمحكمه صافي هادشي كتعرف دير دعات كل شيء ما خلاش شي واحد ما دعاتوش في المحكمه انا كان من المفروض ان انت دعاتك دعات سبعه ديال الفاعلين الجمعويين بمدينه المحمديه وانت من بين هاد سبعه علاش دعاتك صوفيا قبل ما نقول لك علاش دعاتني هاد السيده لو كانت اختصرت داك المجهود ديالها اللي كانت كتضيع في المحاكم كانت تولي مدينتنا احسن مدينه كانت اوموان نحلوا القنطره اوموان نحلوا القاعه المغطاه اوموان زفتوا غير مدينه المحمديه عباد الله هي حدا الجماعه انتم شوفوا كي داير دونك من حدا باب الدار كيبان العنوان اوكي علاش دعاتنا 2019 9 ديسمبر 2019 كانت دوره بجماعه المحمديه داكور جينا حنا كمجتمع مدني وانا كعضو بهيئه المساواه وتكافؤ الفرص لجماعه المحمديه الذي انتخبها الرئيس السابق اوكي
جينا الجامعة دخلنا بحال الناس. اولا هذيك الدورة سمت دورة استفزازية، هذيك السيدة جات كتستفز كل شيء، ما خلات شي واحد ما استفزاتوش، استفزات المجتمع المدني، استفزات السلطة، استفزات المنتخبين اللي معاها. كيفاش كانت هاد عملية الاستفزاز؟ شنو كانت كدير باش تستفزات؟ اولا شوف، في هذيك الدورة كانت إقالة بعض المستشارين من جماعة المحمدية، داكوغ؟ جات هذيك الأستاذة دخلات جلسات ترانكيل دنيا هانية. دابا هي حيت ما كانتش عندها ال كما نقول سا، ما كانتش عندها ال هادو باش تاكاج ما نرجعش على هاد الفكره. شنو بغيتي تقولي؟ شنو ما كانش عندها؟ لا ما كانش عندها هذا الاغلبيه من اجل التصويت في هاد النقطه بالضبط. داكوغ، اشنو دارت؟ خرجت بدات كتقرا بالزربه داكشي، زعما بحال هادوك اللي حضور اللي كاينين كاينه هي بوحدها، وضربت عقد الحائط قانون 113-14. واخا صوفيا باش ما نطولوش بزاف على المتتبعين ديال قناه شوف تي في ونبعدوا من لغه الخشب اللي هي كضر الناس في راسهم، غندويو بالدارجه بلغه ولاد الشعب. هاد السيده اشنو مالها؟ ما دارت والو. ما كاينش لغه الخشب باش نتفاهم. لا عا باش نقولوا للناس هاد السيده شنو هذيك السيده. هذيك السيده تحدات كل شيء. هذيك السيده ما كتعرف حتى واحد. هذيك السيده ما كتعترف حتى واحد في هاد المدينه. هذيك السيده الا دخلتوا الفيسبوك ديالها غادي تلقاو كل هاد الدعوات القضائيه اللي دعاتنا، وكتشكك حتى في نزاهه القضاء المغربي، وكتقول ان الامن الوطني بمدينه المحمديه لا يقوم ويتماطل في اداء واجبه. يعني كانت باغاكم تشدوا. ما تقدرش تشدنا. علاش تشدنا؟ ما عندهاش سوره. كانت باغا. شوف، نحن كلنا ثقه في القضاء المغربي. انت دعاتك تخريب المال. لا 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 تخريب. لا لا لا، انا دعتني باكثر من هذا. اولا السيده دعتني انني خديت الفلوس من عند واحد المستشار ديال التجمع الوطني الاحرار، واتهمتنا اننا قمنا بتخريب ممتلكات الجماعه، وهنا في حد ذاتها كاين تناقض. ما عندهاش حق دعينا تخريب ملك الجماعه، لان خاصها ترجع هذيك النقطه في دوره والمجلس يصوت عليها باش يدعيونا، الوغ كو حنا ما خربناش ملك الجماعه. هاد السيده دعات مستشار، دعات جوج مستشارين، ودعات خمسه ديال المجتمع المدني، والتهمه اننا خدينا الفلوس. هذه في حد ذاتها انا لن اسكت عليها، لانني حتى انا غادي نعاود ندعيها، لانها ليس لديها دليل دامغ على ما قدمت. واش هاد السيده عندكم معها شي مشكل شخصي بالخصوص انت يا صوفيا؟ بالعكس، انا كنت من الناس اللي دعمتها. انا كنت اول وحده دعمتها في مدينه المحمديه. قلنا المحمديه عمرها ما كانت فيها مراه لا رئاسه، دعمناها لاننا ندعم النساء. هذا هو السؤال، واش بصح عدوه المراه هي المراه؟ اكيد. دابا هي شنو طرالها؟ انا نهار اللي قمت بسيلفي ديال الازبال بمدينه، من حقي ننتقدك. ما درتيش خدمتك ننتقدك، ماشي حيت دعمتك غادي نسكت لك. كون درتي شي حاجه يصفق عليا سوف اصفق لك. ما درتيش خدمتك راني انتقدتك عادي. هي من نهار داك السيلفي بحال ما تقبلاتش. ماشي ما تقبلاتش، حقدات، هذا هو التيرمين، فهمتي؟ دونك هي كانت كتسناني كما كنقولوا بلغه الشعب، كتسناني في الدوره. دونك انا كنقول انه الحمد لله انا كل ثقه في القضاء المغربي، ورساله ليها، وهذه رساله غادي نوجهها لرئيس الحكومه ماشي ليها، وغادي نوجهها للاحزاب اللي كاينه في هذه الجماعه هذه. لا نريد ان تتكرر تجربه العداله والتنميه في المحمديه. عامين وحنا كنطلعوا جوج ديال الاشخاص من العداله والتنميه، تبلوكا حزب العداله والتنميه، بلوكا المحمديه رجعت 80 عام اللور. لا نستثني الاحزاب اللي كانوا قبل منهم حتى هما اكثر منهم، ولكن انا اليوم كنقول انه الخطا الكبير، لانه اليوم واحد البرلماني كيخرج لينا وكيقول لك ان حزب العداله والتنميه بقياده العثماني اللي هو رئيس الحكومه غادي يزيد ايبولي هذا الرئيس هذه باش ترجع ثاني ترشح وبترجع تشد هاد تكمل السير ديال جماعه المحمديه. رسالتي للاغلبيه اللي كاينه في هذه الجماعه، ورسالتي للمعارضه، ذنوب ابناء المحمديه غادي يكونوا عليكم لو عاودتوا طلعتوا هذه السيده هذه مره اخرى رئاسه جماعه المحمديه. يعني مازال كيقولوا ان هذه السيده كيتحداوا الساكنه ديال المحمديه وكيتحداوا المجتمع. البرلماني ورئيس الحكومه هما اللي كيتحداوا ساكنه المحمديه. هما قال لك غادي يرجعوا هاد السيده للرئاسه. انا كنقول، وانا ما يمكنليش ندوي باسم ساكنه المحمديه، مي انا كنقول انه الى رجعت هاد السيده لهنا غنعرفوا اننا غادي نقراو صلاه الجنازه على مدينه المحمديه. صافي سي فيني دونك، سالينا بصح حنا سالينا كلشي. الى رجعت هي فهي ضربه قاضيه للسياسه بالمحمديه، الاحزاب السياسيه بالمحمديه، والمدينه المحمديه والمجتمع المدني المغربي. تبارك الله عليك صوفيا. بطبيعه الحال حنا الهدف ديالنا الاول والاخير كاي مواطن مغربي هو الصالح العام. ما كرهناش ان يكونوا في جميع الجماعات
المجتمع مدني اللي كيتكلم على الحق وما تكونش واحد المصلحه شخصيه في اي انتقاد. الانتقاد الايجابي راه ضروري، راه ما يمكنش نعيشوا بلا انتقاد. راه اي واحد في شي منصب خصو ينتظر الانتقاد. الانتقاد لا يعني السب، لا يعني القذف، لا يعني التشهير، كيعني انني كنتقد سياستك في العمل. وهذا الشيء اللي داروه الساكنه ديال المحمديه وداروه المجتمع المدني. كاين هذا الشيء ولا لا استاذه؟ السلام عليكم، معكم خديجه لطفي، رئيسه الجمعيه المحمديه للتضامن والتنميه البشريه بالمحمديه. مالكم مع الرئيسه معزوله؟ حنا ما مالنا معها حتى شي حاجه، هي اللي مالها معنا. هاد السيده خصها تعرف واحد المساله، باننا ملي كننتقدوا واحد المؤسسه راه هذيك المؤسسه اللي هي كتمثلها. حنا كننتقدوا مؤسسه، خصها تفهم بانني ملي او طريقه عمل هذيك المؤسسه اللي ربما ما عجبتكم. لا، لان الدستور المغربي ديال 2011 كيخول لنا كمجتمع مدني انتقاد السياسات العموميه، بمعنى انني عندما ملي كننتقد السير ولا التدبير ديال الجماعه راه كننتقد مؤسسه اللي امكن لها كل احترام. هاد السيده ما بغاتش تفهم راه حنا كننتقدوا. اذا الى انت كشخصيه عموميه ما تقبلتيش هاد الشيء، والامين العام ديال الحزب ديالك وهو اللي هو رئيس الحكومه اللي كيتلقى واحد السيل ديال الانتقادات والسب والشتم والكاريكاتير كل نهار، واش غادي يدعي 40 مليون ديال الشعب؟ هذا الشيء اللي ما بغاتش تفهم. هي ما بغاتش تفهم ثاني واحد القضيه، بان الفصل ديال الحريات العامه في الدستور المغربي، ان الفصل 12 و13 كيخول لينا اننا نشاركوا حتى في اخذ القرارات ديال الشان المحلي، وان ننتقدوا السياسات العموميه. دونك هاد السيده هذه بغات تطبق علينا قانون ديال 22/20 اللي تصدوا ليه المغاربه ديال تكميم الافواه، بغات تطبقوا علينا، بغات تسكتنا. اذا الا كنتي، انا كنقول لها الا ما كنتيش قاده على المسؤوليه كنتي تمشي في حالك وتحافظي على الماء الوجه ديالك. واخا واحد السؤال، واش هي بنت المنطقه؟ انا ما كنعرفش، انا بنت المنطقه كيقولوا بان بنت المنطقه وانها مشات غادرات المغرب واحد الفتره وعاود رجعات. يعني هي كانت خارج المغرب؟ كانت خارج المغرب، كانت حسب ما يشاع انها كانت في ليبيا. اذا السيده دخلتي، حنا ما عندناش اشكال. الاشكال المشكل اللي عندنا في المحمديه هو ان بغينا رجل او مراه مناسبه في المكان المناسب. حنا هاد السيده ملي جات مده ديال سنتين بعد ما تم الانقلاب على حسن عنصره الرئيس الاول اللي كان، ملي جات هاد السيده كلشي واقف، جميع المشاريع واقفه. اذا من حقنا اننا ننتقدوا التسيير والتدبير ديالها. ثاني حاجه، عندنا في الدوره ديال ديسمبر 9 ديسمبر 2019 وكانت هذا هو النقطه اللي فجرت الكاس، وكنت ضمن الحوايج اللي ناديت بهم في الدوره انها واحد الموقع معين كيتهمهم باختلاس ياك في 50 مليون وقله ديال الدرهم. طالبت بان في التحقيق، قلتوا لينا غنرفعوا دعوه، ما رفعتوا لا دعوه، ما كاين حتى شي حاجه. يعني لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه، يعني لحد الساعه المصير ديال دوك داك المبلغ باقي مجهول. باقي مجهول، وانا ما زلت مصره على انني نعرف هذيك، فهمتي؟ لان داك كيتعتبر المال العام. يعني انتم كمجتمع مدني ما زلتم مصرين على انكم تعرفوا داك المبلغ؟ نعرفوا داك المبلغ فين مشى، فين مشى، واش صح ولا كذوب داك الشيء. الا دعيتوا عطيونا وريونا، خرجونا كما كتخرجوا بالخرجات ديالكم الاستفزازيه، خرجوا لينا هضروا معنا في الصح. اما باش توصلي انك تدعيني حين كننتقدك، اسمح لي تدعي، ان تدعي سبعه الناس، يعني تدعي مستشارين معاك في الجماعه وتدعي خمسه ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، عار حشومه ديال التعاون. اذا الحمد لله ان القضاء المغربي اللي كنشكرو وحنا عندنا كامل الثقه فيه، بان تم العزل ديالها، ماشي غير العزل والتشطيب، لانها كانت رئيسه، يعني المده اللي دوزت دعمين كانت فيها غير شرعيه.
يعني هي عامين وهي كتقرر وهي كتنفذ وهي وداك الشيء كله تضرب هاد العامين كلها ما كانتش هي شرعيه ما عندهاش الحق اذا كاينين شي ما كانش عندها الحق لانها هما ضربوا في الماده تسعود وهي باش ربحهم باش ربحهم لا ضربوا بها بعرض الحائط للاسف الشديد ضربوا بعرض حق الماده تسعود لان الطريقه باش تم هذا باش تم الانتخاب ديالها كرئيسه راه كل شيء بين العيان هي كانت العداله والتنميه كانت بغات تطلع الرئيس منها وكانت تحالفات وكانت باش طلعوها مقابل ان يتنازلوا هما بانه يكون رئيس من العداله والتنميه ورئيس من الاتحاد الاشتراكي وداك الشيء اللي كان يعني كان المجلس كيمشي بجوج الرؤوس بجوج الرؤساء رئيس من البي جي دي اللي كتمثلو هي ورئيس من الاتحاد الاشتراكي فخو واحد السؤال بغيت نسولو لك وغنسولو حتى الساده المشاهدين وغنسولو حتى بعض رؤساء الجماعات المحليه كيفاش ان واحد رئيس او رئيسه كيرضى انه يكون في واحد المجلس اللي الساكنه ديالو غير قابله وما باغاهش بهذا المفهوم هذا وهي ملي وهي انت غير جالسه وكدعي وادعي الساكنه المحمديه كامله راه المحمديه السيده سمعنا باغا ترجع مره اخرى هذا الشيء اللي ما يروج له بان دوك الناس اللي كيمليو عليها وراهم معروفين ولا داعي لذكر الاسماء ديالهم انا عندي واحد النداء هنا واحد الرساله لسعد الدين العثماني كامين عام ديال الحزب ماشي كرئيس حكومه انا اخاطبه كامين عام ديال حزب العداله والتنميه انه يعفينا من هذه السيده هذه وراه غتبقى على الجبين ديالو واحد وصمه عار اللي غتبقى لان راه ديجا سعد الدين العثماني طفح الكيل هذه السيده شتي كل شيء يعني المده ديال 6 سنوات ولايه وحده كيطلعوا فيها جوج الرؤساء والرئيس الثالث غتطلعوه من العداله والتنميه راه الاحزاب الاخرى الممثله داخل المجلس ان تتحمل كامل مسؤوليتها الى طلعت البي جي دي وبالاخص ايمان صابر تبارك الله عليك استاذ بيننا وبينهم 2021 الاستحقاقات المقبله اكيد هي اللي غتكون الفيصل كانت في واحد الفرحه على ما سمعت واحتفلتوا وجبتوا الحلوه نعم احتفلنا يعني الاحتفال احنا اللهم لا شماته هذا الشيء اللي بغيت نسولك اللهم لا شماته احنا لا نشمتوا فيها ولا في غيرها بطبيعه واش انتم عندكم واش عندكم مشكل شخصي معها لا لا ابدا انا لا تربطني بها اي يعني حتى شي حاجه ما كتربطني بها تهمكم المصلحه العامه فقط كتهمنا المصلحه العامه ما بغاتش تفهم باننا رانا كننتقد مؤسسه هذه المؤسسه كنحترمها لانها كتمثل الشعب كتمثلني انا من حقي انا ننتقدك هذه اللي ما بغاتش تفهم تفرق بين انني كننتقد رئيسه ومؤسسه وبانني كننتقد ايمان صابر كشخص علاش دعاتك دعتني انني اتهمتني بانني كنسبها شنو نوع السب اللي سبيتيها؟ ما سبيتهاش انا انتقدت طالبت بهذه القضيه ديال برلمان كوم اللي طالبت بها داخل المجلس وانها استفزتنا بواحد الطريقه اللي ما عمر شي مجلس المجالس اللي تعاقبوا على مدينه المحمديه انها كتخبط علينا الطبله وكتقول السيد الباشا هادو يخرجوا كيفاش كدير واحد الطريقه؟ كتهضر بواحد الطريقه يعني قالت لي صوفيا كانت كدير لكم ها خدوكم استفزتنا بواحد الطرق لا اخلاقيه لا تمت لاخلاق بصله بالنسبه لها كرئيسه ديال كمسؤوله وكوحده اللي يعني تمثل الشعب احنا ما صوتناش عليه احنا صوتنا على البي جي بي ودابا انقلب السحر على الساحر هما هي واحد هما واحد المجموعه اللي قاد السفينه وانقلبوا على عنتره ها هي كتذوق من داك الكاس اللي شربت عنتره وهي وحنا كان لينا الشرف اننا داك النهار واننا ديك الحلو ديك الكعكه وكنا وحسن عنتره اللي قطعها رد الاعتبار السي حسن عنتره ماشي حسن عندنا لا تربطنا به حتى هو بحاله بحاله ولكن الظلم ما كيبغي حتى شي واحد والغدر انتم هما غدروا بالاخ ديالهم اللي نضل معاهم ما بالك انا ما تدعينيش انا وحنا كنشكركم شوف تي في كنشكروا الاخت فاطمه الزهراء اللي دائما حاضره معنا في جميع مرحبا الحفل وبالمناسبه
كنترحموا على السي صلاح الدين الغماري اللي صراحه افتقدنا شخصيه مميزه داخل الجسم الصحفي، وكنتمنى انهم يحدونا حدواه، يعني الصحافه يعني الناشئه اللي جايه، و يعني ويكون يعني يخليو الاثر الجميل، اثر جميل بطبيعه الحال، وما كاينش محسن من الاثر الجميل، يخلي اي واحد ماشي فقط في الجسم الصحفي ولكن في جميع المجالات، اي واحد تحط في شي منصب ديال المسؤوليه خاصه يكون قدها وقدود، لان راه تكليف وليس تشريف. كلنا سنسال عما كنا نعمله في الدنيا يوم الاخره. مشاهدي قناه شوف تي في، كنتم معنا من مدينه المحمديه وعزل الرئيسه السابقه ايمان صبير لحزب العداله والتنميه من منصبها كرئيسه جماعة بعد مدة دامت سنتين وهي رئيسة غير شرعية، وهذا الحكم جاء من محكمة النقد والإبرام وجاء قرار عاملي أنها يتم عزلها. شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله. وتضيفي شي كلمة إضافة؟ هي أننا كنطالبوا باش تحيد الصورة ديالها من المجلس البلدي. كاينة الصورة ديالها في المجلس البلدي؟ نعم، ودابا كنطالبوا بأن الصورة ديالها تحيد من تما. لا تشرفونا، لا تشرفوني أنا شخصيا. تبارك الله عليك، شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.